الشرق الاوسط اليوم راه على فواهة بركان، اما نحل المشكل ولا ربما الامور تاخذ مجرى اخر، ربما ما توقعها حتى واحد. نتمنى ان شاء الله ينتهي العدوان على الفلسطينيين ويكون لهم دولتهم المستقله ان شاء الله. احنا كنا بدانا قبل مثل ما ذكرها لي اخي اردوغان، كنا متوقعين مش متوقعين الجرائم اللي هتوقع اليوم ضد غزه، ولكن عرفنا باللي وتيقنا مثل ما تيقنت تركيا الشقيقه على ان حل فلسطيني يبدا اولا بالمصالحه بين فصائل فلسطينيه. وصلنا الى حد كان ممكن يدينا الى ابعد ذلك، مع الاسف توقفت الامور ومش حنا السبب، الله شاهد. نتمنى ان شاء الله باش نعاودوا نسترجعوا اللحمه تاع الفلسطينيين كلهم بكل فصائلهم، ونصل الى فرض كيان انشاء الدوله الفلسطينيه في حدود جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف. وشكرا.